ثالث نوع من أنواع الإصابات هو الجروح الردية. الجروح الردية نفس العصاية اللي أنا ضربت بيها واحد عملت له كدم، ممكن لو ضربت ضربة أشد أعمل جرح ردي، لأن الجرح الردي عبارة عن تمزق في الجلد وتمزق في الوعاء الدموي اللي تحت الجلد. الجرح الردي عبارة عن تمزق في الجلد وتمزق في الوعاء الدموي اللي تحت الجلد، لكن الكدم كان عبارة عن إيه؟ تمزق في الوعاء الدموي بس، لكن الجلد كان سليم. ماشي؟ مميزات الجرح الردي إيه؟ الحواف بتاعته غير منتظمة، أهي حتة داخلة لجوه وحتة طالعة لبره، يبقى غير منتظمة. بعد كده كمية النزيف اللي خارجة منه قليلة. ليه؟ لأن الوعاء الدموي بيتهرس، فتلاقي معظم النزيف داخلي على عكس ضربة المطوة، الوعاء الدموي مفتوح فعمال يخرخر فعمال ينزل دم. بعد كده هنا اللي انت شايفها دي بنسميها أنسجة عابرة تعبر حافتي الجرح، اللي انت شايفها دي علامة مميزة جدا للجرح الردي، لأن أنا لو ماشي بمطوة في الجرح ده كان النسيج ده هيفضل موجود، كان لازم يتقطع. عشان كده الأنسجة اللي بتربط ما بين حافتي الجرح دي دليل أكيد على إن الجرح ردي. يا الناس اللي خارجة دي مش عاجبها الكلام ولا إيه؟ كلام وحش؟ نخلص؟ آه الصلاة؟ الصلاة؟ طيب الجروح القطعية تحدث من الحافة الحادة لسكينة، موس، مطوة، ماشي، تعمل لنا قطع مستوي الحواف اهو في الملابس، وتعمل لنا نزيف غزير بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه. يبقى النزيف في حالة الجرح القطعي، في حالة الجرح الطعني أكتر بكتير من النزيف في حالة الجرح الردي. تعمل لنا قطع مستوى الحواف في الجلد، دي بنسميها جروح قطعية ترددية. يعني ايه؟ يعني واحد عايز ينتحر بس لسه ما خدش القرار النهائي، فبيعمل ايه؟ بيقطع شرايين ايده الاول بحيث انه لما يشوف منظر الدم ويقدر يتغلب عليه يقوم يتخذ وسيلة أخرى للانتحار. مفيش حد هيموت كده، ماشي؟ لأن ده الشريان ده شريان طرفي، والنزيف بتاعه مش هيبقى نزيف غزير. عادة أنا في خبرتي العملية كلها نادر جدا لما الستات لما بتبقى عايزة تنتحر تعمل جروح ترددية. الست لما بتاخد قرار الانتحار بيبقى قرار نهائي، تروح مولعة في نفسها، تروح نطة من البلكونة، تروح شاربة مضيق حشري وتخلص. لكن عادة الرجالة بتتدلع، يروح قاطع شرايين ايده الأول، طب اللي أنت عايزه نعمله لك، اللي مزعلك ومش عارف إيه. إنما عادة الستات نادرا لما بتعمل جروح قطعية ترددية. ليه؟ لأن عادة الستات بتستخدم العاطفة بتاعتها أكتر. عشان كده ما تزعلوش الستات يعني. عشان مش عايزين نسبة انتحار. نعم. وخلوا بالكم من حاجة مهمة، دي حاجة معلومة علمية عرفوها يعني. الستات بتعاني من اضطرابات هرمونية عنيفة جدا في فترة الحيض. فعشان كده أي واحد متجوز يتحمل مراته في فترة الحيض. يعني ما هي تشتمه مش مشكلة. مفيش مشكلة، ما توصلش أكتر من كده يعني. المهم يعني، المهم لأن فعلا الستات في الفترة دي فترة اضطرابات هرمونية. عشان كده حتى في معظم المذاهب الطلاق لا يقع في فترة حيض المرأة، مش كده يا جماعة؟ ليه؟ لأن بتبقى عندها الحالة النفسية بتاعتها مش طبيعية. فعشان كده بيبقى رد فعلها عنيف، ولذلك استحملوا الستات رفقا بالقوارير، يعني استحملوا الستات في فترة ايه؟ الاضطرابات الهرمونية المصاحبة للحيض يعني. طيب ده بنسميه جرح قطعي دفاعي،
يعني انا شايف واحد داخل يضربني في جزء مهم، فبحاول ايه اصد الضرب، ده بنسميه جرح قطعي سطحي، ده الموس والمطوه وما شابه ذلك. الجزء السفلي من الانف عباره عن غضروف تمشي فيه المطوه بسهوله تعمل لك الجرح القطعي ده. الجزء العلوي من الانف عظام تمشي فيه المطوه ممكن بس بقوه عنيفه جدا، ده بنسميه جرح قطعي ذبحي. تمام؟ 90% من القاعده ورد والشريحه، ايه الموضوع؟ يا دي الصوره دي وحشه؟ ما بقتش فوق على الطبيعه. حقيقيه طبعا يا فندم. ايوه حقيقيه طبعا. كلها دي حالات يا فندم. دي حالات، كل دي حالات. كل دي حالات طبعا. خلاص ده اسمه ايه؟ جرح قطعي ذبحي. الجرح القطعي الذبحي ده قد يكون جنائي، انتحاري، عرضي. انا بستخدم ايدي اليمين وعايز جبت مطوه وعايز اذبح رقبتي، انا هنتحر بالطريقه دي. هبتدي منين؟ يبقى عكس الايد السائده بتاعتي، انا بستخدم ايدي اليمين هاجي من الناحيه الشمال. هاجي في ميل، هاجي من تحت زاويه الفك كده في ميل طفيف، وهاجي ماشي قطعت الشريان الرئيسي اللي هنا، نزيف غزير هيندفع على الحوائط والارض، امشي لغايه فوق تفاحه ادم كده حته صغيره وايدي تقع مني ما اقدرش اكمل. يبقى احنا بنسال الاهليه الشخص ده بيستخدم ايده اليمين ولا ايده الشمال، هيقول لك بيستخدم ايده اليمين. يجي فوق تفاحه ادم هنا ونقيس طول الجرح من الناحيه الشمال لغايه الخط النصف، ونقيس طول الجرح من الناحيه اليمين لغايه الخط النصف. اذا كان الشخص بيستخدم ايده اليمين وطول الجرح في الناحيه الشمال اطول من اليمين ومفيش اصابات اخرى في الجسد، تنفع تكون الحاله انتحار ولا ما تنفعش؟ تنفع. الدفاع مهم جدا على فكره. ده بيشتغل جدا في مصنع على سكينه منشار، دي اللي هي بتاعت المنشار، المسمار فك فطارت تديك المنظر ده، ممكن تبقى عرضي ممكن تبقى عرضي. طب انسى ان ده طفل صغير، دي ممكن تبقى انتحار. ما ينفعش واحد ياخد العنق بالكامل، اللي ياخد العنق بالكامل ده على طول دي جنان. على فكره عايز اقول لكم الصوره اللي انتم شايفينها دي في جنسيات ما بتنتحرش الا بالطريقه دي. في جنسيات. الفرق انا استخدمت الاداه ازاي؟ لو انا غزيت بالمطوه هتديني جرح طعني، بمعنى ان عمق الجرح الطعني اكبر من طوله. صح ولا غلط؟ يعني انت شايف الجرح اهو قدامك مثلا طوله 2 سم، لكن عمقه قد ايه؟ 10 سم 12 سم. ماشي؟ طيب انما لو مشيت السكينه على الجلد من بره هتديني جرح قطعي، بمعنى ان طول الجرح القطعي اكبر من عمق. الاصل في الجرح الطعني لما يكون واحد متوفى، هي بالمناسبه متوفى مش متوفي، عشان انا بزعل لما في المحكمه محامي يقول لي متوفي. السؤال هو بيسالني كده في المحكمه، المتوفي هو الله. ماشي، ربنا هو اللي بيتوفانا جميعا، لكن المتوفى هو الشخص الميت اللي قدامك. ماشي؟ طيب عشان طبعا اساطين اللغه العربيه كلها كانت خريجه حقوق، كانوا خريجه حقوق. المهم الاصل في الجرح الطعني وفي الطلق الناري انك انت تلاقي حوالين الجثه نزيف غزير، عشان انت بقى لما اللي فيه كله هيترافع في جنايات، الاصل ان انت تلاقي حوالين الجثه ايه؟ نزيف غزير. لكن انت في بعض الاحيان الاصل ده له استثناء، ان في بعض الاحيان تلاقي واحد مضروب طلق ناري ومفيش نزيف حواليه من بره، او واحده مضروبه جرح طعني زي البنت دي. البنت دي كانت ممرضه تشتغل في مستشفى، وجه زميلها دخل بالليل يغتسل. المهم هو دخل فالبنت صحيت وهي نايمة، راح ماسكها وغارز المطوة فين؟ في القلب بتاعها.
خد البطين الايمن للقلب. فالبنت لا اتحركت لا يمين ولا شمال لان السكينه جت في البطين الايمن، والبطين الايمن يكون مصحوب بالوفيات السريعه جدا على عكس البطين الايسر للقلب. يعني الاصابه لما تيجي في البطين الايسر ممكن الشخص يقعد 10 دقائق ما فيش مشكله، 4 دقائق، 5 دقائق، 10 دقائق، ممكن تصل لربع ساعه، ده وارد. لكن البطين الايمن الوفاه سريعه، لان سمك البطين الايمن صغير، بينما سمك من 4 ل 5 ملي، بينما سمك البطين الايسر 10 ل 15 ملي. طيب، فهنا الست دي السكينه اتغزت في البطين الايمن للقلب، ما اتحركتش يمين ولا شمال، النزيف كله فين؟ في الداخل، مفيش نزيف حوالين الجثه من بره. فما يكونش احد الدفاع بتاعك او الدفوع بتاعتك ان مش ده المكان اللي حصل فيه الجريمه والجثه اتنقلت من هنا، ماشي؟ لان ده هيبقى الدفع بتاعك ده مردود عليه ان الاصابه فين؟ في مكان قاتل ما خلتش المجني عليها تتحرك حركه سريعه، وبالتالي النزيف كله نزيف ايه؟ داخلي. في فرع من فروع الطب الشرعي اسمه الطب الشرعي النفسي الجنائي. بيقول لك ايه؟ في الستات اي جرح طعني عنيف في اسفل البطن تظهر منه الامعاء، لابد ان تضع في اعتبارك ان دافع الجريمه جنسي الى ان يثبت العكس. في الستات اي جرح طعني عنيف في اسفل البطن تظهر منه الامعاء، لابد ان تضع في اعتبارك ان دافع الجريمه جنسي الى ان يثبت العكس. اولا لازم نتفق ان مفيش جريمه تحدث بدون دافع، صح؟ باستثناء حالات ضئيله جدا جدا، انت ماشي في الشارع نصيبك كده عيل متخلف عقليا شال قلب طول، دي نسبه ضئيله قوي، لكن اي جريمه ليها دافع، ماشي؟ فالجريمه الجنسيه يقول لك جريمه عنيفه جدا. ليه؟ لانه بيقول لك بقدر الحب اللي كان موجود بيتحول الى كراهيه. يعني واحد كان بيحب واحده وبعدين سابته، فبيروح بيكون عنيف جدا، عشان كده مفيش واحده تسيب خطيبها ابدا. خلي بالك من الموضوع، ماشي؟ دي النتيجه اللي هتشوفها. المهم، فهتلاقي جريمة عنيفة بقدر الحب اللي كان موجود تحول لكراهية، فراح ضربها إصابة طعنية عنيفة في أسفل البطن. ليه بقى؟ عشان يقضي على الأعضاء التناسلية بتاعتها، الرحم والمبيضين وما شابه ذلك. طب في الرجالة، أي جروح طعنية متعددة في الصدر مع وجود جرح قطعي ذبحي في العنق، لابد ان تضع في اعتبارك ان دافع الجريمه شذوذ جنسي الى ان يثبت العكس. ليه بقى؟ ده الشخص المفعول به كان يمارس الشذوذ الجنسي مع شخص اخر، وبعد كده سابه وما رضاش يكمل معاه، فراح لحد تاني، فراح ضرب اصابات طعنيه متعدده، عشان احنا قلنا هي جريمه جنسيه بتبقى عنيفه، وبعدين بيعمل له جرح قطعي ذبحي في العنق. الطب الشرعي النفسي الجنائي يقول لك تفسيره ايه؟ عشان يمنعه ان هو يمص العضو الذكري لشخص اخر. ده التفسير العلمي بتاعه. ماشي؟ طيب، لو تلاحظوا حاجه هتلاقوا فوق حلمه الثدي هنا في حاجه بيضة، شايفينها؟ باينه معاكم في الصوره؟ ده بعد ما قتلوا بيعمل عاده سريه وينزل المني عليه من شده الانتقام. ده اسمه مجرم غير منظم. يعني بيسيب لك الاثار الماديه بمنتهى البساطه. مش فارقه معاه. بيسيب لك الاثار الماديه بمنتهى البساطه. كنت انتوا صغيرين كانت في جريمه حصلت كده اسمها جريمه حصلت في بني مزار، الراجل اللي قتل 10، فاكرينها؟ سمعتوا عنها؟ ده اتبقى عندنا وقت اوريها لكم، لان ده مجرم غير منظم، اوريها لكم بالصور. طيب،
هنا بقى خلي بالك من الحتة دي، عشان بعض المحامين بتسأل أسئلة غلط بيبقى شكل مش حلو في المحكمة. هنا هتلاقي جروح طعنية مختلفة المسافات، يعني الأطوال. هتلاقي جرح طوله نص سنتي وجرح طوله سنتي، واحد طوله سنتي ونص واثنين سنتي وثلاثة سنتي. فيقوم المحامي يعمل دفاع يقول ايه؟ يقول ان الاداة مش واحدة وان الجاني مش واحد. الدفع ده خاطئ. ليه؟ لان انا عندي ثلاث متغيرات. ايه هما؟ اول حاجة عرض النصل، كل ما بيكون الاول بيبقى رفيع ويزيد العرض بتاعه كل ما بوصل ناحية اليد، يبقى عرض النصل بيبقى رفيع قدامه بيزيد العرض بتاعه كل ما باجي ناحية اليد. فكل ما دخلت السكينة اكتر كل ما طول الجرح هيبقى اطول. ده اول متغير. المتغير الثاني ان الجاني ممكن يحرك السلاح جوه جسم المبني عليه، وبالتالي هيبقى طول الجرح هنا اكبر من عرض النصل. المتغير الثالث ان المجني عليه ذاته ممكن يتحرك والسلاح جوه ايه؟ جوه جسمه. وبالتالي عندنا قاعده مهمه جدا بتقول ان طول الجرح الطعني لا يعبر عن عرض النصل. طول الجرح الطعني لا يعبر عن عرض النصل. امال امتى انا اقول السلاح ده هو السلاح المستخدم في الجريمه؟ بحاجتين. لو لقيت بصمات الجاني على ايد السلاح، او لقيت دم من دم المجني عليه، عملت له دي ان ايه، لقيته ينتمي للمجني عليه. الدم اللي على النصل لقيته ينتمي للايه؟ للمجني عليه. نيجي للجروح المفتعله. اللي هي شخص بيفتعلها بنفسه او بيخلي واحد تاني يعملها له. الجروح المفتعله بيكون اول حاجه في متناول ايد الشخص. يعني انا ما ينفعش اعمل جرح قطعي في نص ضهر. احنا ده بالنسبه للجروح المفتعله اللي انا بفتعلها بنفسي. لكن في جروح مفتعله انا بخلي واحد يعملها لي. ماشي؟ الجروح المفتعله اللي انا بفتعلها بنفسي لازم تبقى في متناول ايد الشخص. زميلنا اللي كان تعبان كويس دلوقتي ولا ايه؟ كويس؟ ولا نجيب العده بتاعتنا ولا ايه؟ طيب الجرح بيكون جرح المفتعل بيكون في مكان غير خطير. بيكون في مكان ايه؟ يعني انا عايز اعمل جروح في نفسي بس مش عايز اموت نفسي، فبعملها فين؟ في الاطراف العلويه او الاطراف السفليه. لكن انتوا هتشوفوا عيال في حجز الشرطه، العيل بتلاقيه فاتح الفروه بتاعته وشايف الجمجمه بتاعته، العيل فاتح كيس الصفن ومطلع خصيه، العيل مخيط بقه، كل الكلام ده هتشوفوه مخيط بقه. ليه بقى يا فندم؟ لان الواد ده تحت تاثير ايه؟ تحت تاثير المخدرات، وبالتالي احساسه بالالم احساس ضعيف او مش موجود. بمناسبه المخدرات عشان نعدي نعدي عليها لان هي محاضره واحده اللي انا معاكم يعني ف ربنا يسهل ان شاء الله. بمناسبة المخدرات، احنا لما بنيجي ندور على المخدرات ندور عليها في الدم ولا في البول؟ ها؟ في البول؟ في الدم؟ اختلفت الأئمة وفي اختلافهم رحمة. ماشي، ندور في الاتنين. ماشي، ليه؟ يعني مثلا انا رحت مش انا يعني واحد راح فرح، ماشي، وراح كده في فرح كده وبتاع والناس عماله تشرب سجاير حشيش وادوا له سجاره كده مساء الخير وبتاع، الراجل خد السجاره
شرب السيجارة، يفضل ماشي عادي يا جماعه، بس اهم حاجه ارفعوا رجليه لفوق بعد اذنكم لما تخرجوا بعد اذنكم. بس عشان من المنظر ده. بس هو شاف المنظر عادي يا جماعه، مفيش فيه اي حاجه، ده يترفع رجليه لفوق بس هيرجع الدوره الدمويه بس وبتشوف هو اتخض شويه بس شاف المنظر اتخض يعني. عشان كده عشان تعرف المحاميات عندك عاملين ازاي. ده ما شاء الله ده يحضروا تشريح يا باشا. مفيش واحد فيكم يتجوز محاميه من اللي قاعدين دول. ما شاء الله عليهم والله. حاجه صعبه قوي ما شاء الله عليهم. شفتوا الرجاله حصل لهم ميت يا باشا. المهم يعني سمعتوا دايما اللي بتاكل دراع جوزها ولا مش عارف ايه، فربنا يستر. المهم الحشيش ده يفضل ايجابي في البول لغايه 3 ايام، لكن يفضل ده بنتكلم على واحد خد سيجاره هو مش مدمن، لكن يفضل في الدم 6 ساعات فقط. ماشي. طيب واحد مدمن تعاطي حشيش مثلا، فهو بياخد بيشرب حشيش بياخد 4-5 مرات في الاسبوع، ده اسمه مدمن تعاطي. ماشي. فده يفضل ايجابي في الدم لغايه 3 ايام تقريبا. ماشي. يصل لو كان هو شديد الادمان هيوصل لغايه 3 ايام. يفضل في البول لغايه بعد اخر تعاطي 40 يوم ل 90 يوم. ماشي. بشوف الفرق. يبقى احنا لازم نحلل الاثنين مع بعض. ماشي. الدم هيدينا مؤشر عن المده هو بقاله قد ايه، والبول هياكد لنا اذا كان هو متعاطي ولا. ماشي. طبعا بالنسبه للتحليل عندنا في مصلحه الطب الشرعي، هو التحاليل ليها نوعين. الناس اللي هم بيوقفوهم في لجنه في المرور وبيحللوا لهم بالكارت، الكارت ده اللي يحطوه في الايه في البول. السواقين بتلاقيهم ماشيين، سواقين النقل كل واحد كده شرايط منع الحمل معاه قد كده ومعاه خل ومعاه لبن. اي اول ما يخش على لجنه يروح شارب خل قد كده، ماشي، كوبايتين او نص بتاع خل كده يشرب شاربها، ويقعد ياخر عينه البول ربع ساعه تلت ساعه لغايه لما انت عارف السوائل بتنزل بسرعه لغايه ما تنزل لما الخل ينزل على البول. ماشي. مش مفيش عينه عندي ابيع واقعد للظابط ما عنديش عينه لغايه ما يتاخر شويه لغايه لما ايه الخل يشتغل. المهم يحطوه في الكارت يطلع سلبي وهو متعاطي، لان الكروت دي للاسف لو اي واحد غير البي اتش بتاعت الدم. يعني ايه البي اتش؟ انت الدم بتاعك قلوي، لو انت خليته حمضي مش هتطلع اي نتيجه مخدرات. مش حاجه الحمض والقلوي. نعم الحمض والقلوي هيعرفوها. ماشي. فانت دلوقتي لو جه واحد خد اي حاجه تغير البي اتش بتاع الدم، يعني شرب لبن بكميه كبيره، شرب شويه خل، ماشي، فهيغير البي اتش هيطلع سلبي بالرغم ان هو متعاطي. انما عندنا في مصلحه الطب الشرعي احنا بنحلل بالاجهزه، الاجهزه بتجيب الحاجات الدقيقه جدا، مش بنحلل بالكروت. عشان كده لو في تعاطي بيطلع عندنا. ماشي. عشان كده النتائج بتاعت الكروت دي لا يعتد بيها، وانت ممكن تطعن على اي نتيجه كارت. ماشي. بتطلع نتائج ايجابيه وسلبيه خاطئه. نسبه الدقه بتاعتها 98%، يعني بعد كده معنى كده ان عندها 2% بتطلع ايرور، بتطلع اخطاء. وممكن الراجل بتاعك يكون من ال 2%. وارد ولا مش وارد؟ انما مين اللي ياكد صحه النتيجه؟ ان انا اخد العينه دي احطها على جهاز الجي سي ماس تطلع ايجابيه، يبقى الراجل ده فعلا متعاطي. ماشي؟